بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، وحشتوني كتير من آخر فيديو. أنا بعمل لكم الفيديو ده من قلب الحدث. في حاجة حصلت دلوقتي وحبيت أشاركها معاكم. أنا كنت هعمل الحلقة دي بس كانت مستنية شوية الدور بتاعها، فطبعا هتكلم معاكم يا جماعة عن العنصرية. ايه يا نهى، انت منتظره ايه؟ يلا قولي، بتاجلي ليه؟ انت رغيه؟ ايوه انا عارفه ان انا رغيه. انا عايزه اتكلم معاكم عن مشكلتنا في امريكا، وهي العنصريه يا جماعه، الموضوع الاشارب اللي بنتعرض ليه دلوقتي. انا لسه في حد متخانق معايا، فطبعا من قلب الحدث فقلت لا، ده انا مش هستنى، هو الموضوع جه وقت. يعني في حاجات بتفرض نفسها، في فيديوهات معاكم بتفرض نفسها صراحه، وما بقدرش استنى. زي ما انتوا سامعيني كده بنهج، انا مش بتخانق ولا بالنوع اللي هو اللي يعني بتحكم في التيمبر بتاعي جدا جدا، بس دلوقتي انا اتخانقت. ممكن يكون عند الجار يرزل عليكي لمجرد ان انتي لابسه الاشارب. عندنا هنا هتكلم معاكم كده على طول، وهطلع الفيديو من غير مونتاج علشان اقول كل اللي انا عاوزاه وتسمعوه وتعرفوه، علشان تعرفوا برضو قيمه البلد، بلدنا يعني بلدنا اللي احنا عايشين فيها لها قيمه غاليه يا جماعه. احنا هنا بنتعرض للعنصرية الجامدة وتنمر وحاجات كتير، بس طبعا البلد دي بلدي كمان، لان انا مولودة هنا وعايشة هنا من زمان جدا جدا، فطبعا البلد دي بلدي وبحبها. هما مش فاهمين كده، هما بيشوفوا اي حد لابس الاشارب يبقى الحد ده وحش، عن وحشة الاسلام اللي هما مفهمينهم ان الاسلام وحش. لكن لما طبعا بيقروا الكتاب بيسلموا على طول. يعني في ناس هنا امريكان بيض ومكسيكان وكل الجنسيات، مسلمين كتير، وكل يوم انتوا عارفين اعداد كتير جدا وكبيره جدا بتخش في الاسلام. هنرجع لموضوعنا المهم، موضوع الاشارب يا جماعه، موضوع اللبس الاسلامي. زي ما بقول لكم، احكي لكم طب الواقعه اللي حصلت معايا بسرعه علشان ما ادخلكوش في تفاصيل كتير، وبعدين بعد كده ان شاء الله نبقى نبريك داون التفاصيل في حلقات وان شاء الله في فيديوهات، عشان تستفادوا اكتر من طريقة البلد. ولما تروحوا بلد اوروبية، وفي بلاد بتتقبل وفي بلاد لا، يعني في بلاد بتفرض عليكم ان انتوا تتقبلوا، زي امريكا. ده كده امريكا لو ما كانش فيها القوانين بتاعت امريكا، فيها قوانين يا جماعة عدم العنصرية، محدش يقدر يعمل عليكم عنصرية. لو عمل عنصرية بيروحوا في 60 داهية فبيخافوا، وده اللي انا عملته فيه دلوقتي. فاحكي لكم بالراحه كده ايه اللي حصل من غير ما اتهور، من غير ما اتسرع يعني واخرب الحلقه. زي ما قلت لكم، في بلاد ما بت... يعني في بلاد ما فيش قانون يمنع العنصريه، زي مثلا السويد والحاجات دي، والبلاد اللي هي في بعض البلاد الاوروبيه ما تقدروش تعيش فيها. امريكا الحمد لله، امريكا نعمه كبيره جدا، بس برغم ان في قوانين بتمنع العنصريه، في ناس بتعمل عنصريه كمان، يعني بينتهزوا اي فرصه وعايزين ينهشوا فيكم. طبعا زي ما دايما بقول لجوزي، لو ما كانش فينا هو قانون حازم جدا في امريكا، كنا يعني الناس كانت في الاسفلت، بقينا احنا والاسفلت حته واحده من غيظهم وحقدهم. ازاي ان هم بيخلوا المسلمين يفضلوا هنا ويقول لك جو باك هوم. اتعرضت انا للكلام ده كتير جدا، ان انا بكون في الماركت و ما فيش حاجه، ما بكونش عملت حاجه، لمجرد ان انا واقفه في الصف مثلا بتكلم مع الكاشير او حاجه، اي حاجه وخلاص، اي كلمه وخلاص، مفيش حاجه خالص، لمجرد ان انا اتاخرت دقيقه طلعت لي واحده امريكيه بيضه وبهدلتني جو باك هوم مش عارف ايه. فجوزي انا من النوع اللي هو ما بيعرفش يتخانق، بس كل اللي بقوله بسهوله جدا عشان اخوفهم، لان مين اللي هنا هو بيمنع ويحد ما بين الناس، والا كانوا كلوا بعض زي ما قلت لكم لو ما كانش في قوانين البوليس. فبقول لهم انا هطلب لكم البوليس 911 ده الرجل. فطبعا الراجل ده عمل لي هراسمنت قبل كده برضو، نفس الحاجة. انا كنت موقفة العربية برضو، مفيش حاجة خالص ولا جيت جنبه خالص، هو نيبر جديد يعني جار جديد، جار في الشقة اللي جنبي بعدي بشقتين كده، وبعدين برضو جه وعمل لي هراسمنت، بهدلني وزعقلي ومعرفش ايه، وانا مردتش عليه ومشيت. انا فاكراه هو كان ماسك التليفون وبيزعق، فانا فاكراه ان هو بيتكلم مع حد تاني مش بيتكلم معايا، فمشيت. انا من النوع اللي هو ايه بالمعنى الاصح، لما الكلب بيهبهب بسيبه بيهبهب براحته، يعني هبهب زي ما انت عاوز تهبهب لحد لما تفضي للاخر، انا كده. لا وببسط بكيد اللي قدامي، انا بحب كده قوي.
لان هبهب انا ما بحبش الزعيق ولا بحب كده. انا كل اللي انا بعمله ما بردش وبطلب لهم 911. فده اللي انا المره دي عملته. بقى المره اللي فاتت انا خدت العربيه ومشيت. المره دي انا حطيت طبعا راح للدكتور الاول عشان تعرفوا انا رايحه فين. عائشه تعبانه وراح للدكتور وفرحانه وزعلانه في نفس الوقت، زعلانه عشان الخناقه اللي حصلت دي، او هي مش خناقه هي مشاده برضو اثرت على اعصابي شويه. فكنت عائشه نايمه فوق وانا رحت اجيب العربيه، ودي اول مره اعملها ان انا اسيبها واروح اجيب العربيه من جنب البيت. فعملت كده وحطيت العربيه تحت وطلعت بسرعه نتشتها ونزلت يعني بسرعه خدتها، ويا دوبك ما فيش بالظبط نص دقيقه او ربع دقيقه كان ده بهدل الدنيا تزمير، عمال يزمر حط ايده على على اللي هو الهانك وعمال ما شالهاش مش عاوز يشيلها، وبدا بقى زعيق وقله الادب اللي هو ايه عملها معايا قبل كده. فطبعا انا ما رديتش عليه خالص، بس طبعا بنتي تعبانه وانا لفها بالبطاطين وحطيتها في الكرسي بتاعها ولا كاني شايفاه ولا كاني سامعاه، بس مسكت التليفون وقلت له يو نو وات، لو قلت الكلمه واحده بس كمان I'm gonna call 911، انا هكلم لك ال 911 دلوقتي حالا اهو. مسكت له التليفون وعملت له كده، قلت له هكلم لك ال 911 دلوقتي حالا. فمراته قاعده جنبه قالت لي just move، يعني بس امشي من قدامي. فطبعا انا ما كلمتش ال 911، انا بس عملت الرقم كده وعملت نفسي كاني بتكلم وعملت المكالمه كلها. قالوا الشخص دوت هيز هراسينج مي و بليز كم ذس اند ذات بسرعه بلا بلا بلا، ورحت عملت هانج اب ولسه بتكلم وعادي خالص ولا كانه قاعد ورايا عشان اغيظه واكيده اكتر. هتقولوا لي ده مش ذوق، هو قل ادب عليا الاول فلازم يلزم حده، هو امريكي وانا امريكيه. طب ايه انا انت طالعه بتقولي الكلام ده كله ليه؟ بقول علشان في ناس كتير جدا يا جماعه، وانا مني واحده لما كنت لسه صغيره في السن ولسه مش عارفه الدنيا كويس ولسه طيوب قوي، كنت اكتر بعتبر الناس بعمل لهم كونسيدريشن اكتر واجري وعرق وارتعش. دلوقتي مفيش رعشه، عارفه حقوقي. فكل واحده تيجي امريكا مش عارفه هتسمعوني ولا لا من اللي هم المهاجرين، كل حد يجي امريكا يا جماعه يعرف حقه، بالذات الامريكان. زي ما هو امريكي انا امريكيه، زي ما دي بلدي دي بلدي انا كمان. معرفش بيحبها ولا بيكرهها، زي ما في ناس قاعده في البلاد العربيه وما بتقبلهاش وعايزه تطلع منها وتطفش، الله اعلم بيحبها ولا لا. بس انا بحب البلد دي، البلد دي بلدي، مصر كمان بلدي وبحبها. بس ده الوضع، وكل واحد يا جماعة يعرف قانونه وقانون البلد اللي هو عايش فيها وما يتعدهاش ولا ياخد اقل من حقه. كل واحد يعرف حقه ويعرف الليمت بتاعه فين وما يتعدهوش either ways، تمام؟ فهو ده الموضوع اللي انا كنت عايزة اشاركه معاكو، وهقول لكم برضو تاني شوية details كمان عايزاكم تعرفوها عن موضوع الحجاب. ايه يا نهى؟ طب ايه علاقه ده بالعمل؟ هتكلم معاكم بقى برضو بالتفصيل، بس انا عايزه اقول لكم المعلومه سهله كده عشان مش عايزه اني افضل ارغي 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 واحكي لكم في حكايات. انت ممكن تشتغلي بالاشارب وممكن توصلي تبقي رئيسه شركه بالاشارب، تمام؟ سهل. هتقولي ازاي؟ وفي واحده طلعت لي لما عملت الحلقه الاولانيه بتاعت ازاي انا وصلت للقمه، وعلى فكره انا هعمل منها جزء تاني يا جماعه، هعمل بارت 2 وهقول لكم بالظبط انا عملت ايه وتعلمت ايه واستفدت منه ايه واشتغلت ايه وسبت شغلي واشتغلت شغل حر ايه. فتابعوني لحد الاخر ان شاء الله، عشان ان شاء الله فاتكم كتير جدا، وهقول لكم ايه الشغلانات اللي ممكن تشتغلوها هنا بالتعليم، واللي ما اتعلمتش وعايزه تسافر ممكن ان شاء الله في حلقات تانيه برده هقول ممكن تسافري ازاي. ولو سافرتي برضو في حلقة تانية خاصة او في فيديو تاني هقولك هتشتغلي ايه من غير شهادة، او ممكن لما تيجي هنا تتعلمي بقى لما تاخدي الجنسية تتعلمي. هتقولي طب انا ممكن ما اخدش قبل الجنسية، مش عايزة ادخل معاكم في تفاصيل كده، انا ممكن افضل احكي احكي لكم كل حاجة في حلقة واحدة في كام ساعة، بس لا علشان ما تتلخبطوش وتناموا مني، عايزة الدنيا تبقى منظمة عشان تبقى سهلة عليكم، تمام؟ نرجع بقى لموضوع العنصرية وموضوع الاشارب. ايه هو موضوع الاشارب يا نهى؟ زي ما قلت لكم اهم حاجه القوه يا جماعه، والثقه بالنفس والثقه في دينك. انا على فكره كنت شخص اشرب الاول، كنت بمشي بشعري وعادي، وكنت وبحب ربنا جدا طول عمري وبصلي وبقوم الحمد لله، يعني اللي بعمله بعمله بيني وبين الله رب العالمين. بس انا كنت بخاف، تمام؟ كنت بخاف
وعلى فكرة بنتي مش لابسة الإشارة، مش محجبة، نفس السبب. وبنحاول ان احنا لسه ندربها وكلام من ده. إيه، لازم القوة يا جماعة، القوة النفسية وقوة الثقة بالنفس. انا قلت الكلام ده في الحلقة اللي فاتت، وهفضل كل حلقة اقوله لكم عشان عاوزاكم تفتكروا مني يا جماعة. النجاح هو الثقة بالنفس، وانا محضر لكم حلقة فظيعة هتطلعوا بعديها عاوزين تعملوا اللي في دماغكم. كل واحد بيحب حاجة هيعمل من غير ما يخيف، ومن غير ما يتهز، ومن غير ما يقول ده انا مش هقدر. لا، انت تقدر، كلكم تقدروا. فالثقة بالنفس صدقوني هي اللي بتخليكوا تمشوا اقوياء. وانا لما زعقت، شوفوا بعمل بقى ازاي، انا لما زعقت له وقلت له هطلب لك ان انا وقعه، كان بيرجع ورا كده علشان خاف، لان كفايه تعطيل وقته. هيجي البوليس، هيعمل ايه؟ انا هو البوليس، هيجي البوليس هياخد ريبورت منه، هياخد ريبورت مني اللي حصل، وهيعمله هاراسمنت. هنا بقى يا جماعه كلمه للست تقولها متصدق. انا طبعا ما بحبش ان انا عمري اظلم حد ولا اجي على حد، لان كلها كارما، كلها what goes around comes back around، بنقول عليها بالانجليزي، مش فاكرة بالعربي اسمها ايه. بس اللي انت بتعمليه او اللي انت بتعمله بيقعد. صدقوني انا الايام بتروح وتيجي كتير، وما فيش حاجة بتروح، كله قصص، تمام. فانا مش بحب اظلم حد، بس انا هددته وفعلا خاف. قلت له انا اكلم البوليس واقول ان انت you harassed me قبل كده، ودلوقتي you're harassing me كمان مرة، فابعد عني وسيبني في حالي. فعلا حصل. فالقوة ثم القوة. لما انا مؤدبة، لا مؤدبة مؤدبة، خليكي مؤدبة في دينك، وعارفة حدودك، وفي لبسك وطريقتك واسلوبك وشكلك وكل حاجة، ده بيبان. بس ما تبقي، ما تخليش الناس تعدي الليمت بتاعها، لازم توري ان انت قوية. القوة مهمة يا جماعة، والقوة بتظهر من الثقة بالنفس. لما بتبقي قوية، قوية في ثقتك في نفسك، ده على طول على طول بيشدلك، يعني بيقول عليها بالانجليزي اتراكتس البوزيتيف انرجي، اللي هي الطاقة الإيجابية، على طول بيجيب لك الطاقة الإيجابية. الشياطين اللي قدامك بتخاف وتمشي. ايه رأيكم في المعادلة دي؟ معادلة سهلة جدا. فانا مش هطول عليكم، حبيت ان انا اكلمكم باستفاضه النهارده شويه كده، افتح الكاميرا واتكلم، علشان انا قناتي لسه جديده وما اقدرش ان انا اطلع لايف. بس لما اطلع لايف هطلع اقول لكم، عشان في حاجات يعني بوزيتيف كتير ايجابيه بتيجي على بالي وعايزه اشاركها معاكم، وعايزه اديكم، عايزه افعمكم بالطاقه الايجابيه، عايزاكم كلكم تنجحوا. انا عايزه يا جماعه لو كان عليا نفسي مصر والبلاد العربيه كلها تبقى انجح حاجه، والله العظيم ان شاء الله بامر الله. وان داي، في يوم من الايام ان شاء الله احنا هنبقى ذا بيست. وبرضه زي ما قلت لكم، مش معنى كده انا ما بحبش البلد دي، انا بحبها جدا، البلد دي بلدي واديني كتير. برضه انا مزدوجة جنسية يا جماعة امريكية مصرية، الحمد لله رب العالمين، نعمة من الله. وبنحاول ان احنا، وعلى فكرة يلا الصدفة جت، القناة بتاعتي دي كلها يا جماعة تعتبر صدقة ان شاء الله، عشان انا نفسي اعمل حاجات كتير، وصدق علشان الاسلام بامر الله تعالى، علشان نفسي ابني جامع، علشان نعلي كلمه الاسلام هنا. اللهم اجعلنا من معمرين مساجد الله يا رب العالمين بامر الله تعالى. ف نفسي كل الناس تعرف ايه هو الاسلام، هم بيعرفوا ايه هو الاسلام من الميديا والكذابين اللي هنا، وانتوا عارفين انا قصدي ايه. مش عايزه ادخل بقى في حاجات مش لازم دلوقتي، عشان بابا هيسمعك ويزعق لي يقول لي انت بتتكلمي في الحاجات اللي هي كده، يعني فاهمين قصدي. فزي ما قلت لكم يا جماعه، ان شاء الله رب، ان شاء الله انا نزلنا الذكر وانا له لحافظ، ربنا هو اللي حافظ الاسلام، وانا مش خايفه ولا قلقانه. كل يوم في ملايين من الناس بتدخل الاسلام الحمد لله، ودولت زي ما بنقول، انا مش بمثل انسان بكلب او حاجه، ربنا يسامحني الله، بس زي ما بقول لكم، يعني دي حلقه تانية انا مجهزها لكم برضو، بالنسبه لل ازاي تتعاملوا نفسيا مع حد
بيأذيكوا نفسيا او عاوز يأذيكوا نفسيا. ما تتأذيش، انا ما بتأذيش، مش هتأذي، كنت زمان بتأذي بس عيب دلوقتي لما تأذي عشان انا كبيرة، فمش هتأذي. تمام؟ فهو دوت اللي يحصل، هو دوت اللي اتقال. ان شاء الله انا وعيشة قربنا على مكتب الدكتور بتاعنا، وان شاء الله ربنا يشفيها يا رب. وانا مبسوطة جدا جدا ان انا عملت لكم الحلقة دي علشان عشان افيدكم بامر الله تعالى، اعرفكم على العنصرية هنا يا جماعة. ايوه، في عنصرية، كنت بتوجع جدا زمان، كنت ببكي. وعلى فكرة يوم الماركت انا جبت البوليس بقى، actually جبت البوليس حقيقة ليهم، يعني ذاته بشحمه بلحمه. وجم حوالي 4 شبان، كان جوزي معايا وولادي، ابني الكبير وعائشة، وتأسفوا لي جدا جدا. ويعني هم they felt sorry يعني جدا، حسوا ان هم مستقين وقالوا لي احنا اسفين جدا. وانا عيطت يعني غصب عني، حسيت ان انا الاحساس اللي انا بقول لكم عليه ده. عشان كده انا بقول لكم، ما في يعني لما تكون انت في بلد خلاص يعني بلدك، فطبعا تعتبر لازم تكون قوي، لازم تكون قوي في بلدك هناك وفي بلدك اللي انت متجنس فيها او مولود فيها، لازم تكون قوي. بتكلم يا جماعه كل الناس المخطئين وكل الناس المهاجرين، وبقول لهم يا جماعه القوه 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 ثم القوه.